وللحديث أكثر حول الصراع الأمريكي الإيراني في العراق، في ظل تقارير أكاديمية عن أن إيران مصممة على تصعيد الميليشيات هجماتها ضد المصالح الأمريكية في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير العسكري اللواء هاشم أسم الرائي. سيادة اللواء، مرحبا بكم. لنبدأ من مركز دراسات الحرب الأمريكي في تقرير له اليوم، يقول إن إيران مصممة على تصعيد هجمات المجموعات المسلحة المدعومة منها في العراق ضد القوات الأمريكية ضمن خطة مستمرة بهذا الاتجاه. لكن هنا سيادة اللواء، لماذا يجزم الأمريكيون بأن إيران تحرض ميليشياتها على مهاجمة قواتهم في العراق في هذا التوقيت تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بقناة الرافدين وبكل المشاهدين الكرام. واقع الحال احنا نتحدث عن معطيات وعن مؤشرات وعن اجراءات. هناك عدد من الاجراءات اللي تم اتخاذها من قبل الجانب الامريكي في هذا الصدد، وهناك حملة إعلامية سواء من إيران أو ميليشياتها أو أذرعها المتواجدة في العراق للقيام بأعمال ربما تكون أعمال عسكرية لبعض المواقع المتواجدة في إيران التي تتواجد فيها القوات الأمريكية في العراق، وبالأخص بعد أن اتخذت أمريكا عدد من الإجراءات لغرض حماية مصالحها اللي موجودة بالعراق، ومن أهمها هو يعني تقليص او مغادرة كل الموظفين الموجودين في السفارة، وكذلك تقليص عدد المعسكرات الموجودة في العراق، و مثل ما نسميها احنا يعني اعادة انتشار والمعسكرات اللي متواجد فيها القوات الأمريكية. وانتشار الآن منظومة باتريوت الأمريكية موجودة، منظومة الدفاع الجوي المتطورة، كل هذه المؤشرات تعطينا يعني إمكانية النظر إلى أن هناك عمل عسكري ستقوم به القوات الأمريكية سواء على الميليشيات أو بعض الأهداف الموجودة في العراق، وربما أن تكون هذه الأهداف ليست فقط في العراق وإنما في مناطق محددة سواء في إيران أو على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا. طيب سيادة اللواء، عفوا المقاطعة، ولكن ما هي الأهداف المحتملة التي وضعتها إيران في بنك أهدافها في العراق التي يمكن أن تؤثر على الوجود الأمريكي؟ هل ستكتفي ربما بقصف القواعد الأمريكية في العراق؟ البنك الأهداف الأمريكان ما عندهم يعني مساحة كبيرة من الأهداف، أهدافهم معلومة وواضحة، عدد من المعسكرات تحدثنا الآن أنه بدأوا في تقليص عدد هذه المعسكرات أو تواجد القوات الأمريكية في هذه المعسكرات، الآن فقط هو معسكرين متواجدة للعراق بشكل معلن رسمي، هو قاعدة عين الأسد ومعسكر في أربيل أو قاعدة في أربيل قاعدة حرير. هذا بشكل رسمي الآن، وهذا لا يستبعد أن هناك عدد من المعسكرات لأنه الأمريكان متواجدين في أكثر من يعني 50 موقع سابقا متواجدة القوات الأمريكية، سواء معسكرات مختلطة ويا القوات العراقية أو معسكرات للتدريب أو معسكرات مثل ما نسميها استشارة، بس معسكرات كبيرة جدا هي كانت متواجدة فقط عين الأسد وقاعدة التاجي وقاعدة بلد، وهناك قاعدة في تكريت وقواعد في الشرقاط وكيوان وكيتو وعلى الحدود، يعني هناك عدد من المعسكرات الكبيرة، وهناك السفارة الأمريكية اللي هي متواجدة في المنطقة الخضراء وقصفت عدة مرات من قبل الميليشيات، وأعلنت الميليشيات في أكثر من مرة أنه قصفت هي وبالأخص الميليشيات الولائية، أعلنت الولائية الموالية لإيران أعلنت عدة مرات عن قصفها للسفارة الأمريكية المتواجدة في المنطقة الخضراء. طيب، يعني ليس هناك بنج من الأهداف، ولكن بنج الأهداف الآن اللي أمريكا الآن حاولت أو تحاول يوميا عبر طائرات الاستطلاع تسجيل عدد كبير من الاهداف الجويه، الاهداف المتواجده على الارض العراقيه وبالاخص مقرات الميليشيات. طيب، ومواقع تواجد الميليشيات
ومواقع تواجد أسلحتها ومعداتها ومخازن عتادها وحركتها. هذا هو البنك الأهداف. طيب سيادة اللواء، الحقيقي. نعم. إذا ما تحدثنا عن الإمكانيات، هل تعتقد أن إيران وأذرعها العسكرية في العراق وفي المنطقة بشكل عام في وضع يساعدها على أن تتحمل عواقب أي ضربة ضد القواعد الأمريكية في العراق؟ واقع الحال، الظرف الحالي لا يسمح لي إمكانية الصمود اتجاه أي ضربة تقوم بها القوات الأمريكية. هذه أنا كمراقب، لأنه هناك عدد من المؤشرات. أولا، الوضع الصحي في العراق وضع متدهور، الوضع الاقتصادي في العراق بعد انخفاض أسعار النفط وضع متدهور جدا. طيب. حالات منع التجوال وحالات الفقر يعني الآن المنتشرة في العراق أكثر من 30 إلى 35% تحت خط الفقر. يعني عدد من المؤشرات السياسية بالأخص عدم إمكانيتهم، إمكانية الحكومة أو الحكومة المستقيلة أو الأحزاب السياسية بمجموعة من اختيار أي شخصية أو أي شخص معين لقيادة هذه الدولة. هناك صراع ميليشياوي، هناك صراع عشائري في المناطق الجنوبية، هناك ثورة عارمة في العراق، ثورة وطنية يعني تريد تغيير كل العملية السياسية. وهذه الثورة هي امتدت لتدخل شهر السادس، أو غادر الشهر السادس، الآن تدخل في النصف الثاني من سنتها، السنة التقويمية، لكي وتطالب بمطالب عادلة، ومن أهمها هي إسقاط العملية السياسية. وهذه الثورة تمتد من بغداد العاصمة إلى الفاو، إلى جنوب العراق وإلى كل الفرات الأوسط. هناك غليان في حتى المناطق الأخرى اللي دمرت بسبب القصف الأمريكي وبسبب القصف الميليشياوي وبسبب وجود دولة الخرافة الإسلامية. نعم. في الأنبار وصلاح الدين والموصل وكركوك وديالة. نعم. نعم. هناك عدم قبول، يعني أنا أتحدث بشكل يعني واضح، هناك عدم قبول لهذه الدولة وكل مخرجاتها. طيب. منذ 2003 ولحد الآن. سيادة اللواء، إذا نعم. كيف تفسر، يعني لماذا أخلت القوات الأمريكية بعضا من قواعدها في العراق؟ هل تعتقد أنه يأتي في إطار احتمالات مواجهة عسكرية بكل صنوفها مع الميليشيات ذات الصلة بإيران؟ هل نتوقع في الأيام أو الأسابيع أو الأشهر القادمة أن تكون هناك حرب صريحة مفتوحة بين الطرفين، بين الولايات المتحدة والميليشيات المدعومة من إيران؟ بالتأكيد هو هذا السؤال المهم جدا. نعم. أنه إحنا من الناحية العسكرية نقول هذه استحضارات للمعركة. الاستحضارات للمعركة تبدأ من إعادة الانتشار إلى مواقع بديلة، إلى تجهيز، إلى تسليح، إلى إعادة تدريب، إلى إعادة تأهيل، إلى وضع خطط. إذن كل هذا، كل المؤشرات الموجودة، ومن أهمها هو تقليص عدد القوات الأمريكية أو تقليص المعسكرات التي تتواجد فيها القوات الأمريكية. هذا دليل أكيد على أن هناك عمل عسكري ستقوم به أمريكا ضد أذرع إيران المتواجدة في العراق. ونرجع إلى ما تحدثت عليه في المقدمة، أنه تقليص حتى عدد الموظفين أو مغادرة جميع الموظفين الموجودين في السفارة العراقية أو في قنصلياتها. نعم. وربما هناك بعض الإجراءات التي لم تعلنها القوات الأمريكية أو الإدارة الأمريكية. لحد الآن نحن لا نعلم، هناك إجراءات ربما اتخذت لم تعلنها الإدارة الأمريكية على الإعلام. ومن أهم هذه الإجراءات ربما أنه هناك تنسيق، يعني بين يعني هذا كان واضح، تنسيق بريطاني أمريكي لغرض القيام بعمل معين ضد أي دولة تقوم بتهديد المصالح الأمريكية وتهديد حلفائها في المنطقة. من عمان الخبير العسكري اللواء هاشم السمرائي، شكرا جزيلا لكم.